طيب ناخد معانا تليفون. انا هبدا كده افرد هنا ورقه الجلاش وهشتغل جنب حضراتكم. معانا زياد، اهلا وسهلا. ايوه لو سمحت. اهلا بيك يا زياد، اتفضل. ايه لو كنت على فوائد الزباله. ايوه اتكلمنا عنها امبارح. حاضر من عيني، اقولها لك تاني. حاضر من عيني يا زياد. بصوا كده احنا اشتغلنا بيها امبارح يعني وصفات جميله. هاخد من الجلاش، عايزين تقصوها على القد، مش عايزين، انا ما احبش الحقيقه اقصها، بحب الحروف دي تعلي كده الجناب وتبقى هشه. هاخد يعني طاسه خفيفه صغنونه اسيح فيها بس معلقتين زيت صغننين. ممكن اخد اهي معسل هنا. اللبن لازم يكون سخن قوي، مش سخن قوي يعني دافي فاتر. خلاص هحط كده معلقه صغيره من السمن، وهحط معاها معلقتين زيت بس. انا مش هاخد الكميه دي كلها، بس انا مش عايزه اكتر من كده. هسيبهم هنا بس تفك السمن شويه. وهاخد بين الطبقات، انا هاخد من الناتس الخفيفه اللي هي فيها لوز خفيف وفيها مقرمشات زي الجرانولا بتاعه الشوفان، عارفينها يعني، تقدروا تحشوا بالحشو الجميل ده، الحشو ده رائع. هاخد كده من الورقات، مش هحط كتير من طبقات الدهون يعني كتيره، حاجات بسيطه كده. وناخد ام جوزيف. يا شوف عظيمه، اهلا اهلا حبيبه قلبي ام جوزيف. حبيبتي ازاي، تسلم ايديك. الحمد لله، تسلمي يا روح قلبي، حاجه جميله النهارده، ربنا يخليك يا رب. الله يسعدك حبيبتي، تسلمي. انا ليا سؤالين يا شوف عظيمه، يا رب يخليك. اموري يا حبيبتي. الامر لله وحده. اولا نطلب في قناه الاهلي ان هي تعمل لنا عدل البرنامج، يا رب يخليك. حاضر، لو حاجه فاتتنا نقدر نشوفها في العيده. حاضر يا حبيبتي ان شاء الله. حاضر من عيني. ثاني سؤال بقى، الزيتون الاسود اللي حضرتك عملتيه، انت يعني اول ما سرتيه عملتيه للعامله اللي قدامنا دي، ولا انت كنت حطاه في ملح قبلها مثلا باسبوع او يومين ثلاثه؟ لا دي اول خطوه لسه بعملها يا ام جوزيف. ده اول خطوه. ايوه اول خطوه، اول خطوه. طب خلاص عشان انا هجيب، خلي بالك وهعمل زيكي كده. بصي انا بيقولوا لي اهو في الكنترول مبدئيا نشوف الحاجه اللي بتنزل بالحلقات على السوشيال لحد ما ان شاء الله ربنا كريم يبقى في اعاده ان شاء الله. انا عارفه النور كان قطع عندي امبارح، وكنت يعني بتمنى النور يجي يا حبيبه قلبي. ولما عملت لايف بقيت فرحانه امبارح يا حبيبه قلبي، ده من حسن حظي والله. ربنا يا ريت تعملوا تاني اللايف ده على طول ان شاء الله. من عينيا، من عينيا يا مجد. تسلم عينيكي. تسلم يا حبيبه قلبي. قلبي الله يخليك، شكرا ليك، مع السلامه. عايزه اقول لكم ايه، بصوا كده حاجه خفيفه جدا، انا مش بعمل اكتر من كده، من 2 حروف بس كده خلاص. وناخد كده رشه خفيفه جوز هند، ورشه من المكسرات اللي هي يعتبر فيها بصوا لوز خفيف، وهي زي الجرانولا او يعني قريبه منها، فيها شوفان وحاجات جافه مجففه. بصوا اللوز خفيف، حاجات بسيطه جدا. وبعدين هناخد كده، انا بعمل بين الطبقات كده، وبعدين هاخد خلاص طيب. بصوا كده وناخد فاطمة. اهلا وسهلا مدام فاطمة، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، الحمد لله يا فندم. منوره قناه الاهلي. الله يبارك في عمرك يا فندم، منوره بوجودكم. يا رب يخليكي يا حبيبه قلبي، ما تحرمش منك ابدا. الله يكرمك، تسلمي. بس سؤال صغيرنا كده، معلش اتعبت فيه. اموري. يا رب يخليك، الامر لله. كنت عايزه اعرف بس مقادير يعني المظبوطه لكفته الرز، يعني اللحمه احط عليها كيلو رز، عليه كيلو رز حطي له نص كيلو لحمه. كيلو رز حطي له نص كيلو لحم بس. لو انت عايزه تعملي المقادير هتطلع معاكي مظبوطه، والخضره شبت وبقدونس وكزبره، ولو عندك عودين بصل اخضر ماشي، وراس توم،
والتوابل ملح فلفل سبع بهارات، ما بنحطش اكتر من كده. وعايزه تقطعي اللحمه بقى جملي هناك عند الراجل ويعملها لك، مفيش مشكله، اللي يريح حضرتك يعني. في النهايه نوع اللحمه ده يرجع لحضرتك. في ناس بتعملها كيلو الكيلو، وفي ناس بتحب تعمل هي كيلو لنص كيلو برضو بتبقى كويس، او كيلو رز كيلو لربع لحمه بتبقى حلوه. بس هتستمتعي بيها جدا وهتبقى جميله وصحه وهنا على قلب حضرتك. طيب هاخد كده وهنتكلم عن السبانخ. سبانخ طبعا نسبه حديد عاليه جدا. السبانخ في نوعين منها، اللي هي بتستخدم في السلطه البيبي دي، في منها السبانخ بتاعتنا اللي هي الكبيره اللي ورقها كبير بتطبخ. خليني بس ابص على بصوا بقى، ادي المكرونه المبكبكه شايفين بقت جميله ازاي. هي شيماء نايمه ولا ايه؟ نامت؟ نمتي يا شوشو؟ انتي فين يا حبيبتي؟ ماشي. بصوا بقى كده، احنا عندنا مقادير كفتة الرز ولا لا يا لولا؟ ممكن نعرضها على الشاشة عشان لو اصدقائنا عايزينها برضو. كده بصوا، السبانخ مش المفروض على فكره ان احنا نغليها كتير ونخليها تتعرض يعني ان احنا نقعد نحط فيها مثلا نسيبها تطبخ وقت طويل، لا، يا دوب هي اصلا بتنزل على طول في ثانيه. فحضراتكم راعوا القصه دي علشان تستفيدوا بالفوائد بتاعتها، ان هي نسبه الحديد فيها عاليه، مضادات اكسده فيها عاليه، وهي مهمه جدا للناس اللي عندهم انيميا، وبتمنع الـ 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 يعني الجروينج او اللي هو النمو بتاع لا قدر الله الخلايا السرطانيه. وفيها نسبه بوتاسيوم كمان كويسه جدا، بتساعد على ان يبقى يعني ما فيش تصلب كده في الشرايين، هي مفيده جدا. هي كمان الناس اللي عندهم كبد بيراعوها شويه، الناس مرضى الكبد بيراعوا السبانخ شويه، الحاجات اللي بيبقى فيها نسبه حديد عاليه ما تبقاش حبذا قوي لمرضى الكبد قوي. بصوا بقى، انا هحط كده على الوش، اصلا كمان فيها فيتامين دي وبيحسن كمان بشره الوش، وفيها فيتامين الف. في ناس بتحب تحطها في الدايت طول الوقت او تاكلها كنظام صحي يعني، لان هي فيها كمان فيتامين دي وفيتامين الف بشكل كويس. بصوا كده، في ناس بقى بتبقى ممسكه كمان بتحب السبانخ، بس خلوا بالكم برضو زيادتها عشان نسبه الحديد اللي فيها ساعات بتعمل كده امساك، بس يعني ناخدها باعتدال. مهمه، بصوا انا حطيت حاجات بسيطه جدا جدا، وتعالوا هنا عايزه اقدم المبكبكه. هاخد بس ايه، هاخد لوش هنا هنقدمها بقى. بصوا صلصلت كده وبقت ما شاء الله تبقى جوسي كده. بصوا بسم الله كده، بسم الله. تسلم ايديكم، ميرسي. اوكي بسم الله، طعمها جميل جدا، ريحتها حلوه قوي قوي، تبقى جوسي كده وحلوه. بصوا طبعا هي يعني طريقه اكلها لازم تبقى سخنه، يعني ما ينفعش تتاكل بارده، لازم تبقى سخنه قوي زي ما احنا مقدمينها لحضراتكم كده، وتاكلوها صحه وهنا على قلب حضراتكم. دي المبكبكه، يلا بينا ناخد رشه بس كده من حاجه خضراء.
بصوا كده. الله، تسلم ايديكم، تسلموا يا حبايب قلبي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ميرسي ليكم. تعالوا بقى نقدمها هنا كده. بصوا بقى، هنشد دي وهنبدا. تسلم ايديكم، ميرسي، روعه. هدفي بقى اللبن هنا. تعالوا بقى نقطع. احنا كده خلاص خلصنا الحاجات بتاعتنا. حلو الكلام. هاخد بس نقطه في اللبن هنا، نقطه فانيليا، وهاخد السكر الدايت سيسل، هاخد منه بصوا 2 باكت. الباكت الواحد بيعادل معلقتين سكر حلوين، يعني بيسكر بشكل حلو. انا مش محتاجه اكتر من كده. فانا هاخد بصوا السيسل اهو، هحط بقى ايه شويه منه كده. ادي اول باكت، وادي التاني. عايزه اقول لكم ان احنا اتفقنا ان هو بيساعد في تخفيف الوزن. الناس اللي بتعمل دايت او عايزه تحافظ على معدل كميه السكر الابيض اللي بتاخدها على مدار الوقت، ان هي تقنن منها بشكل كويس. السكر الدايت نقله لهذا وطعمه حلو. عايزه اقول لكم كمان يعني مش بيضايقنا، يعني في اطعمه من السكر الدايت بيبقى طعمها وحش، بتمرر وبتغير طعمها، ده لا، وبيدخل على السخن، فانا اقدر كمان اعمل بيه مخبوزات. بصوا بقى، هبدا كده ايه اعمل البقلاوه اللي احنا عملناها دي. انا حاطه اللي هي حاجات الشوفان، مقرمشات الشوفان، حطيت معاها جوز هند ولوز بس. خلاص، بنسبه برضو تناسب حضراتكم كده. ما بفتحش قوي عشان الورقه دي في الفرن ما تفتحش، ما بقطعهاش للاخر عشان ما ايه ما تروحش من الحراره يتغير شكلها او تتلف تترول كده. خلاص كده، تفضل ماسكه نفسها وهتبقى حاجه خفيفه ولطيفه. والميزه بقى انها مختلفه عن العسل وعن الشربات وعن كل حاجه. ندخلها الفرن، حراره هنا على 200، انتوا ممكن تخلوها على مثلا 180 اذا في وقت يعني ليكوا. انا حطيت السكر وبدا يغلي، خليني بقى اقلب كده مع الفانيليا، ما مش هعمل حاجه اكتر من كده. خلاص، هو ده اللي انا هسقي بيه الجلاش بتاعي. بصوا كده، هقلب بيه، حطيت رشه فانيليا والسكر السيسل الدايت بس كده. اهم حاجه يكون نوع حضراتكم تثقوا فيه، يكون بيدخل على السخن، طعمه مش بيتغير، خالي من ماده الاسبرتام، لان هي زي ما قلت لحضراتكم بتبقى بتقتل البكتيريا النافعه الكويسه اللي بتبقى جوه البطن، وعلى اللونج راند بيقال انه بيعمل امراض وحشه. احنا بنحاول نشوف الحاجات اللي هي يعني ايه متفق عليها.